خلي رقم 2 عشان انت رقم 2 وعامل ايه الباقي عمل شيفت ما مسحش حاجه ماشي. دايما كلمه انسرت معناها يعني هم عندهم الترجمه ساعات نفس الترجمه اللي هو حشر ان هو انت بتحط حاجه ما بين كلمتين او في مكان ما فهي بتعمل ازاحه للحاجات اللي تليها وتحط في مكان. طيب عرفنا الاد والاد رينج والانسرت. طيب في انسرت رينج ماشي. هنا في الاد رينج كان بس مجرد انه بياخد رينج يعني حتى لو بصيت ما بين الاقواس انا كل اللي عملته نيو اري واديته القيم بتاعت الايه الاري ده. لكن في الانسرت رينج المفروض ان انا اضيف حاجه او كوليكشن من نفس النوع فعشان كده هنا عامل نيو ليست. طب هل كان ممكن اعمل نيو زي في الاد؟ يعني فاين نقول بترجع ايه؟
فايند وفايند اندكس و دول كلهم بيرجعوا بعنصر واحد حسب نوع الغالب هو هنا انت. اما فايند بول بيرجع لليست من نفس الايه؟ من نفس نوع الليست اللي احنا معرفينها. فالليست اللي رجعت 9 17 18 29 طبعا لما طبعتها مباشره ممكن اخزنها في اي ليست ثانيه اتعامل معاها بالاسلوب اللي انا عاوز اتعامل معاه. طيب بعد كده عندنا عادي مش مشكله، احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان اللي بيكررش هو مين؟ الست، سواء كان هاش ست او صوت ست، فهنشوفها دلوقتي. اللي بعد كده الميثود بتاع صوت، مجرد بس ان انا بكتب اسم الميثود، اسف اسم الليست بصوت بيعمل ترتيب، الترتيب هنا السن يعني من الصغير للكبير في الارقام من صفر متطالع او من ثابت، ده طبعا يعني حسب القيم بتاعتك، وفي الترمز او الشارت من حسب الاسكي بتاعتك. ماشي؟ في الشارت او في السبرنج حسب الاسكي بتاعتك. عندنا بعد كده كمان ريفرس. ريفرس بيعمل ايه؟ بيعكس ترتيب هنا ترتيب 0 1 3 4 9 9 17 18 20. خد بالك بقى ان من بعد ما تعمل صوت الترتيب ده اصبح هو الترتيب بتاع الليست. يعني صوت دي بتعمل ايه؟ بترتب الليست. خلاص كده الليست بقى الترتيب التاني، يعني كان الاول اول تسعه عندي كان الكلام بتاعتها او كان الاندكس بتاعها كام؟ 2. دلوقتي التسعه بتاعتي اول تسعه عندي الاندكس بتاعها كام؟ 4. 4 لان ده 0 1 2 3 و 9 فين؟ في الاندكس رقم 4. ده بقى فعلي داخل مين؟ داخل الليست. الخطوه الثانيه اللي احنا عملناها اللي هي كانت الايه؟ ريفرس. فعمل ايه؟ عمل ريفرس بدا بال 20 لحد الايه؟ لحد الصفر، وده برضه غير نعم. الريفرس اللي موجود يعني كويس. الريفرس هنا حصل قبل الصوت، شوفوا الريفرس بقى 20 9 18 17، او لو بصينا من الاخر 0 1 9 3 4 محافظ على نفس العناصر بس عمل ريفرس. الريفرس ملوش دعوه بالترتيب، الريفرس الاول يبقى الاخير، الثاني يبقى ما قبل الاخير، بيعكس بس شكل ايه؟ شكلها. يعني اذا انا لو حبيت ارتب السندنج اعمل صوت، طب حبيت ارتب السندنج اعمل صوت وبعدين ريفرس، او اعمل البريدكت ده او يعني الخطوة دي حاجة اسمها اي كومبيرور او بعمل يعني بريدكت للكومبارزون. الكومبارزون عندي بقول له الصغير قبل الكبير. الصغير قبل الكبير بمعنى ايه؟ انا بقول له هنا صوت اكس وواي، لكل اكس وواي موجودة هنا، بحيث ان لو انا كتبت اكس في الاول اكس كومبير تو واي هيرتب برضه ايه؟ السن. بمعنى ان الاول يبقى قبل الثاني، يعني الصغير يبقى قبل الكبير، خد الاكس هو الصغير قبل الواي الكبير. نشوفها كده الاول. باخد يعني كل عنصرين بيمشي، هو المفروض ان فكره الترتيب مبنيه على ايه؟ على المقارنه ما بين التايم بتاعت العناصر الموجوده داخل الليست. فانا بقول له خد عنصرين من الليست واعمل منهم كومباريزن بحيث ان الصغير يبقى قبل الكبير. دائما هكذا الصغير قبل الكبير. طيب حبيت ارتب انا الكبير قبل الصغير، يعني هو هنا اللي حصل ان الترتيب 0 1 3 4 9 2 17 18 ده الترتيب اللي احنا عارفينه اللي هو السن. عشان انا عملت ايه؟ عشان انا خدت الترتيب البارامترز اكس وواي اكس كومبير تو واي. طب عايز اعكسها اخليها واي كومبير تو اكس، او تعكسها في الاول تخلي واي واكس بدل يعني في البارامترز. المهم ان ايه؟ ان ترتيب البارامترز يبقى عكس ترتيب الكومبير. واضح كده؟ يعني ايه؟ تفرق ايه؟ هي رتبة السن. يعني هنا البرامترز ايه؟ هو اصلا هنا استقبل اكس وهو ده مش استقبل، هو ايوه من الليست على اساس ترتيب الاشياء، يعني هيبدا عنصر بعنصر واحد واحد. بس هو في بقى عنصر بعنصر المفروض يعمل عنصر في كل العناصر بتاعته. هم عموما كلهم شغالين بكل صوت. يعني الصوتنج اللي موجود في كل الكولكشنز هنا بتدخل.
نشوف كده لو احنا عكسنا الترتيب واي كومبيرت تو اكس هلاقي ان السورس ده هنا بدا بكام؟ ب 20 وانتهى بايه؟ ب 0 عمل ايه؟ فبدل ما انا اعمل خطوتين اللي هو احنا كنا قلنا علشان ارتب السنن بعمل سورت وبعدين اعمل ريفرس، لا ممكن استخدم الكومبير تو بس اعكس ايه؟ اعكس المنقلات. طيب الريفرس كمان فيها قصه ثانيه اللي هو مش بالضروره ان انت تعمل ريفرس لكل العناصر. لا ده انا ممكن اعمل ريفرس لجزء بس من الليست. زي ده. هنا بقول له ريفرس 2 و5 ده معناه ايه؟ ابدا من عند العنصر رقم 2 خلاص وصولا او وعدت خمس عناصر واعمل لهم ريفرس. نبص كده عليها. بعد ما عمل ريفرس هنا الحته دي اللي هو 20 18 17 9 9 4 3 0 1 اللي هو ده اللي انتم شايفين ده ماشي. عملت انا بعدها ايه بقى؟ قلت له ريفرس من 2 لا او من اول 2 وخمس عناصر. شوفوا بقى 0 1 زي ما هو 2 ده 1 2 3 4 5 دول اللي اختلفوا بس. يعني ركزوا كده ال 20 وال 18 زي ما هم وال 1 وال 0 زي ما هو والايه؟ اللي اختلف هنا 3 4 9 9 17 اللي هم خمس عناصر من اول اندكس رقم 2. ده كان الايه؟ سورت وريفرس. طيب عكس الاد بقى عندنا ايه؟ ريموف. وريموف قلنا عندنا ريموف ات. ايه الفرق ما بينهم؟ احنا مش هنتعامل مع الانترفيس بتاع السورت. ليه؟ الانترفيس بتاع الكومبيت مش هنتعامل معاه؟ لان انا هو هي دي بس مجرد في الايه؟ ما هو يعني اللي انا عملته ده المفروض انه الكومبيت 2 بتتعامل مع انت. لو احنا قررنا سترنج مع انت هيقول هيجيب ايرور. خطأ. طب مش هنتعامل مع الانترفيس دي؟ اللي انا اثبت الكلام يعني؟ انا اعمل دالة بتعمل انا اللي اعرف ايه ما هو اللي انا عملته في النص ده هو الديليجيت يعني اكس واي قصدك ان انا اعمل ديليجيت جوه الاقواس او اعمل دالة وانادي عليها تعمل ريتيرن اعمل ريتيرن في الكلاس بتاع الانترفيس. لو انا عملت دالة اعمل بس هي اساسا البارامتر بتاع الصوت بياخد اي كوم 0 اي يا اما يعني البريدكت اللي انا عملته اللي هو يا اما بياخد كومبارزن اوف انت او اي كومبيوتر اوف زد. يعني انت ليك الحريه يا اما تعمل كومبارزن انت بايدك كده او تعملها في داله وبس تكتب اسم الداله او تستدعي الداله داخل الاقصى. حضرتك في الاول قلت تعمل كلاس ممكن تعمله بتدخله في الليست كده مش نقدر نستعمل لا انا عملت كلاس يبقى انا لازم اعمل ماشي هنشوفها في الابلكيشن معايا في البيت. لازم اعمل دايركت عشان انا لا السؤال هنا يا جماعه دلوقتي هو الصوت هنا عارف هو بيرتب بايه. طب لو انا كان العنصر اللي في الليست يعني او الليست عباره عن ليست اوف اوبجكتس يعني هنا الليست اوف انتس معروف الترتيب ازاي والسترنج والديتا تايبس العاديه معروفه الترتيب ازاي. طب لو انا كنت عامل كلاس ده مثلا فيه 3 4 10 20 فيه هيعمل صوت في ايه؟ صح؟ لازم انا اللي احدد الفيلد اللي هو هيعمل على اساسه ايه؟ صوت. نشوفها دلوقتي. لما نيجي نطبق الحساب احنا بس بنعدي بسرعه على الميثودز اللي الحاجه اللي عليها دور الريموف قلنا ريموف لو انا اديته ريموف بس يبقى انا بتكلم على عنصر ريموف ال 9 ده او ريموف 9 ده العنصر ايه؟ رقم 9 ولا العنصر اللي قيمته 9 العنصر اللي ايه؟ رقم اللي او القيمه بتاعته 9. ريموف ات هي الايه؟ الريموف ات الاندكس رقم 4. ده الفرق ما بين ريموف وريموف ات. ريموف بيعمل ريموف للعنصر نفسه. طيب ريموف ده هل بيعمل ريموف لكل العناصر اللي قيمتها 9؟ خلي بالك احنا عندنا 2 9 في الليست صح؟ لا هو بيمسح اول حاجه بيلاقيها. لكن ريموف ات بريموف حسب الايه؟ حسب الاندكس اللي انا معرفه. عندنا كمان ريموف رينج وريموف رينج بحدد بدايه وعدد. يعني صفر وبعدين اثنين يعني من اول صفر وعد اثنين صفر وواحد يعني احنا هنشيل دي صفر وواحد. شوف كده الكلام ده لما نطلع على الريموف هو بدايه الريموف كانت من اول هنا هنبتدوا هنا. لاحظوا الفرق ما بين ده وده هنا دي العناصر كلها هنا بدا يشيل شال ايه؟ المفروض ان انا عندي تسعتين شال اول واحده وعمل ايه؟ وعمل شيفت لم العناصر تاني يعني ما سابش المكان بتاعها فاضي.
يعني لما بيعمل ريموف بيركب ايه بيشيلها ويعمل شيفت زي الانسرت، زي ما الانسرت حطت عملت شيفت لليمين او شيفت الاكبر، لما اشيل هيرجع تاني شيفت ايه ليفت ويشيل العنصر الموجود. طيب اللي كانت بعدها انا قلت له ريموف ايه؟ ريموف اد فور رقم اربعه، رقم اربعه هنا اللي هو كان صفر واحد اثنين ثلاثه اربعه اللي هي التسعه الثانيه صدفه يعني. فانا قلت له ريموف اد فور شيل عنصر رقم اثنين صفر واحد اثنين اللي هو مين؟ اللي هو قيمه الثلاثه اهو اللي بعدها 20 18 4 مباشره فشال مين؟ شال العنصر اللي هو الاندكس 2 اللي هو قيمته هنا 3. طيب ريموف هول بقى، ريموف هول زي فاين هول بتستخدم بريدكت بتشيل كل العناصر يبقى ينطبق عليها هذا الشرط. فانا هنا بقول له ايه؟ ريموف هول اس وير ان الاس اكبر من كام؟ اكبر من 5، فكل العناصر اللي قيمتها اكبر من 5 هشيلها. يعني ريموف هول دي لازم تكون جواها شرط يعني لازم لازم يكون بريدكت. لازم لازم ريموف اول لازم ريدكت ماشي. انا قلت له هنا كل اللي اقل من الخمسه احنا لاحظ ان من صفر لحد 2 شال ال 20 وال 18 صح كده؟ اللي هم احنا ما وصلناش عليهم اللي هو ريموف رينج، ريموف رينج قلنا له من اول 0 وعد 2 فشال اول 2 اللي هو 0 و1 اللي هم 20 و 18. بعد كده بقى عندي 4 و 9 17 1 و 0 بقول له ريموف كل اللي اقل من الخمسه، فكل اللي اقل من الخمسه اللي هو 4 و 1 و 0 فبقى عندي مين؟ 9 و 17 بس اللي هم مش اقل من يعني اندكس وكاونت. طيب تشار وسترينج، فالتشار اللي هو اول حاجه بتعملني هو ده الكي والفاليو هي السترينج. طيب انا هضيف لي او الاد، عندنا هنا برضه بنفس الاسلوب. الاد بقى هنا مختلفه شويه، هناك الاد كنت بضيف بس العنصر ما بين قوسين، هنا لازم لما اضيف الاد اضيف بير او حاجتين اثنين الكي والايه والالمنت او الكي والقيمه او الكي والفاليو. فاول كي عندي هو في الفاليو بتاعت عمر، الفاليو الكي الثانيه دي والفاليو بتاعتها وقال وهكذا. ايه هنشوف القيم دي بتضاف ازاي. انا قلت له شوف بعد ايه بعد ما ضفت الاثنين اللي في الاول، اول عنصر عندي لاحظ ان الايتم هنا مختلف شويه عن الايتم اللي فوق. يعني انا هنا لما الميثود اللي تحت بتاعت شو ايتمز هي انا عملت له بار ايتم موجود في اللفته دي واعمل ايه كونسول دوت رايت لاين للايه للايتم. الايتم هنا عباره عن بير زوج من كي فاليو كي فاليو كي فاليو بير
ايه اللي حصل هنا؟ انا ضفت الاول العمر وبعدين وائل. الليسته فيها مين دلوقتي؟ فيها وائل وبعدين ان الاو تبقى قبل الايه؟ الدبليو، لكن هنا الدي هي اللي جت قبل الفي على حسب الكي. طيب الاضافه اللي بعد كده ضفنا اي وجي وتي او، انا طبعا هبص على الايه؟ الكيز، فاقدر طبعا ارتبهم هنا ترتيب ابجدي اي وبعدين دي جي او وبعدين في الاخر تي وبعدين خلاص. طيب الريموف بقى الكي طبعا لا ما ينفعش اكرر، ما ينفعش هنا يحصل تكرار الكي. ليه؟ لان المفروض ان الكي بالنسبه لي ده زي البرايمري كي كده، يعني نفس الفكره، ما ينفعش يبقى فيه تكرار لان هو اساسا بيستخدمه على حسب يعمل بيه كده. طيب ريموف، اول ريموف هنا اديته هنا ايه؟ طبعا مش محتاج ان انا اقول الكي، فهو هنا هي ريموف اول كي قبله كده، صح؟ الكلام اللي انا قلته ده صح؟ ليه؟ عشان هو اساسا ما فيش حاجه اسمها اول كي، هو الكي كده كده غير مكرر، فهو الايه ما فيش غير اي واحده، استحاله يبقى فيه كي تانيه، فريموف هنا بيريموف الكي اللي انت بتقوله عليه. طيب ريموف اد، الحته دي حلوه قوي. لو كده كي مش موجود هيعمل ريموف؟ اه طبيعي هيطلع زي ما انت لو انت قلت له ريموف لحاجه مش موجوده نفسه، يعني انت لو قلت له ريموف عنصر مش موجود. هو انا ما طلعش اجراء، هو لان انا قلت له ريموف واي فانا هدور عليها وما لقاهاش وما عملش اي مشكله. ريموف ات هي اللي فيها بقى الريموف ات، ودي حته عايزين نقولها ان سورت ليست كمان اندكس، يعني ليها اندكس، يعني الاربعه ده اللي هو ايه؟ اللي هو العنصر او البير رقم اربعه اللي هو هنا بالنسبه لي صفر واحد اثنين ثلاثه اربعه، صح كده؟ لا احنا عملنا ريموف الاول للايه؟ فده اتشال، احنا عدنا في التحت اللي هو واحد صفر واحد اثنين ثلاثه اربعه اللي هو ايه؟ عمر اللي هو الفي. فبالفعل لما قلت له ريموف اد فور شال الرقم ايه؟ اربعه. خلينا نغيرها. ريموف اد تو صفر واحد اثنين، فالمفروض ان اللي شال مين؟ اللي هو او ده اللي هو شادي بالفعل تحت دي وجي ودي مفيش البو هو شرط. ونفس القصه اللي احنا قلناها ان لما بعمل ريموف بيعمل شيفت للعناصر بحيث ان هو يقلل المساحه بتاعته في الليست. طبعا هنا عندنا بقى حاجتين مختلفتين شويه هنا. انا ممكن ادور بالايه؟ بالكي او بالفاليو. ادور على الاندكس بتاع الكي او الاندكس بتاع الفاليو. الاختلاف هنا في ايه بقى؟ الاندكس اوف كي برضه هيدور على اول اندكس ولا هيدور على ايه؟ مفيش غير كي واحد. طب الاندكس اوف فاليو؟ المره دي بقى ممكن يبقى فيه تكرار فيرجع لي اول ايه؟ اول عنصر. خلينا مثلا نجربها تاني. هو طبعا واحد انا بدور على الاندكس اوف كي اللي هو جي. بالفعل جي موجود فين؟ كان رقم واحد. تاني بدور على فاليو جمال، جمال موجود في كان رقم اثنين. طب لو انا حبيت اغير خليت الجمال ده موجود كام؟ وائل مستمر معانا. رجع لي صفر، في اثنين جمال هنا، رجع لي اول ايه؟ اول نص، يبقى اندكس اوف كي بيرجع لي الاندكس بتاع الكي، مفيش فيه تكرار لان الكي ما بيتكررش، لكن الاندكس اوف فاليو بيرجع لي الاندكس بتاع اول فاليو يقابل الثاني. لا مفيش تصنيف، هو اندكس اوف كي واندكس اوف فاليو. في طبعا بقى ليست اوف كيز او كيز هنا في
دي لست ماشي، ودي والفلت دي كمان لست. ايه الفرق ما بينهم؟ الكيس دي لست نوعها ايه؟ نوعها ايه؟ عشان انا وانا بعرف صوت اللست عرفت ان الكي تشارت، فيبقى الكيس دي لست اوف تشارتس والفاليوز لست اوف سترينجز حسب الايه؟ حسب التعريف بتاعي. يبقى انا بمجرد ان انا بعرف صوت اللست اتعرف جواها ضمنيا تو لست، واحده للكيس واحده للايه؟ للفاليوز. هو بنفس الانفس مبدئيا. هو الايرور اللي طلع بس عشان انا الميثود اللي تحت شغال على الانفس. وانا لسه عاملها
الاري ليست تفرق عن كل اللي فاتوا دول في انها ايه؟ ليست اوف اوبجكتس، فالتعامل معاها هيبقى برضه نفس فكره ان انت تتعامل مع اوبجكت. دي يمكن الحاجات اللي فيها اد واد رينج وانسيرت نفس الفكره، لكن كل القصه او كل المعامله اللي فيها موضوع. مش محتاج ان انا اعرف نوع، ضفت بقى انت هي ماشيه انت، ضفت سترينج شغال سترينج مفيش اي مشكله. نفس الكلام فيها اد واد رينج انسيرت رينج، فيها صوت ماشي، وفيها ريفرس ريموف اد ريموف رينج، لكن ما فيهاش الفايند وفايند اول وفايند امريكس اللي هي الحاجات البريفكتس اللي موجوده داخل الايه؟ داخل الليست. حسب النوع بتاع الاوبجكت نفسه هو بيعمل كاستنج داخلي حصل. الترتيب حصل هنا اهو 0 1 3 4 9 9 17 18 20 بيرتبها برضه بترتيب الحروف، يعني بترتيب الاسم، يعني هو بيتعامل معاها حسب القيمه اللي انت مدخلها جوه، هو بيختار انها نعم اسكي برضه. نعمل ريفرس من اول صفر واربع اربع قيم فقط. هنا بعد ما عمل ريفرس من اول 20 لزيرو انا قلت له اعمل ريفرس لاول اربعه، فعمل ريفرس الباقيين من اول تسعه لحد صفر ثابتين، الباقيين هنا قلبهم تسعه 17 18 20، عمل ريفرس لاربعه الاول حسب ما انا. وعندنا ريموف وريموف اد وريموف رينج نفس الكلام اللي موجود في الليست. يفرق عنها ايه؟ ان انا هنا اوبجكت ولما اجي اتعامل معاها المفترض ان انا اعمل لها كاستنج حسب القيم اللي انا عايزها. السؤال اللي الناس سالته لو كان ده حاجه بالشكل ده حاجه اخرى بالشكل ده، خلينا نجرب نشوف هيحصل ايه. ما عرفش يعمل صوت لان هم كلهم مش نفس ايه؟ مش نفس النوع. خلاص؟ المرة اللي فاتت عمل صوت ومشيت عشان كلهم كانوا انت، لان هو الكاستنج اللي هيعمله على حاجة واحدة. طيب لو جربنا ان احنا نخليهم كلهم كار شار فريندز ليست. اتفقنا فيها المره اللي فاتت ان انا بضيف فيرست اد فيرست
بيعملوا ايه؟ ان كيو بيحط عنصر
لكيو بيشيل العنصر، يعني هو بيرجع لك العنصر وبيشيله اصلا من القائمه اللي موجوده. نفس الكلام في البوش بيحط العنصر هوب بيرجعه لك اه بس بيشيله. الفرق ما بين البيك والهوب، البيك بيوريني العنصر اللي عليه دور او ات ذا توب اوف ستاك لو احنا في الستاك، ولو في الكيو بيوريني اول عنصر موجود في الطابور او في الكيو، مجرد ان هو بس بيوريه. يعني لو عايز اشوفه من غير ما اشيله بعمل استخدم البيك، لكن لو عايز اشيله بشتغل بالايه بالدي كيو او بالبوب حسب الستاك والكيو. نفس القيم هنا اضفنا 5 10 15 وبعدين طلبت ان انا اعمل بيك دي كيو. لما عملت دي كيو قلت له اطلعه اطلع لي العنصر اللي انت عملت له دي كيو. فالعنصر اللي المفروض ان في الكيو العنصر اللي دايما بيشتغل معايا اللي هو ايه؟ اول عنصر دخل اللي هو كان 15، فشال 15 عرض لي بقى الموجود دلوقتي حاليا في الكيو اللي هو 10 والخمسه. وبعدين عملنا شويه عملنا انكيوز لحاجات ثانيه ال 20 وال 25 وال 30 خلاص ضفهم برضو هنا على الترتيب. لما عملنا بيك عمل ايه؟ جاب لي العنصر اللي عليه الدور اللي هو كام؟ اللي هو الترتيب. اللي مش مظبوط هنا ان هو ال 10 وال 5 بعد ما عملت اول دي كيو ماشي عملت افترض ان هي دي الليست القديمه وراجع يضيف من الاول تاني وكان الموجود ده مش موجود. دي غلطه. ربما اكون غلطه في التصميم عندهم. انا استنفذ صح ولا لا؟ ده كان يستاهل معلش. غلطه غلطه. لما ضفت هنا ال 20 وال 25 وال 30 معلش الارقام كلها زي بعض. 20 و 25 و 30 هنا ضفهم فين؟ في الاخر لما عملت دي كيو سوري ال 10 هنا دي بيك مش دي كيو اهو. عاملين هنا بيك فعمل ايه؟ وراني العنصر اللي عليه دور او الموجود لكن ما شالوش من الليست. نفس الكلام قائم برضه نفس الارقام بنفس كل حاجه في التايب كيو، بس الفرق هنا ان انا ممكن احدد التايب بتاع كيو. نيجي للستاك من اول هنا بياخدوا صح؟ ما بياخدش تايب لا ما هي يا اما تعملوا كيو بس كده يا اما تعمل كيو وتحدد التايب ما بين اكبر من اصغر من كيو بس كيو بس يبقى اوبشن كيو من غير علامات. لكن لو عملت علامات لازم تحط تايب خلاص. طبعا الفايده مش ان انا احط داتا تايب عادي، يعني هو الاوبجكت شيء، يعني لو انا على قد ان انا اشتغل انت او اشتغل سترنج او اشتغل جار فالاوبجكت هيشيل. لكن لو انا عايز بقى اشتغل بكلاس، يعني مثلا عايز اعمل كيو اوف بيرسونز، كيو اوف ستودنتس، ستاك اوف ستودنتس، ستاك اوف بوكس، والبوك ده له اوثر وله تايتل وله اي اس اس ان، يعني حاجات بالشكل ده. فانا بعمل كلاس واشتغل بقى ايه اعمل بوك وبوش وهكذا استخدام الكلاس اللي انا شغال عليه. ستاك طبعا انا ضيف عشان بس الناس تاخد بالها من الترتيب. انا هعمل بوش 5 10 15. فاللي حصل ايه؟ 5 شفتت وبعدين 10 وبعدين 15. لما اعمل بوب الطبيعي انه يعمل بوب لاخر عنصر دخل عندي اللي هو كام؟ اللي هو 15 ويفضل موجود عندي ال 10 و 5. لما جيت اضيف تاني 20 25 30 ضافهم برضه بالترتيب. 20 دخلت جوه وبعدين 25 وبعدين 30، فاللي بقى على التوب اوف ستاك هو مين؟ اخر عنصر دخل اللي هو كان ال 30. نتكلم بقى على الدكشنري. ايه الفرق ما بين الدكشنري والسورتد ليست؟ ايه الفرق ما بين الدكشنري والسورتد ليست؟
اول فرق يجي في بالك دي صوت الصوت دي شيء اسمها لا فيها الصوت الصوت ده الليست كان اللي احنا عملنا ريموت ريموت هاي في لا فيها برضو ريموت شنو ما فيهاش ريموت ايه تاني دي صوت دي لا يعني يمكن اول حاجه تتبادر الى الذهن ان دي مرتبه لكن دي ايه مش مرتبه طيب الدكشنري برضو بيشتغل بكي وفاليو خلاص بس بيستخدم الكي كاشاره يعني السورت ليست بتستخدم الكي كاشاره وايضا كايه كترتيب الدكشنري بيستخدم الكي كايه كاشاره فقط في حين ان انا برضو عندي هنا عندي برضو صوت في الدكشنري اعمل ايه؟ اعمل حاجة اسمها صوت الدكشنري. بقى ايه صوت من البداية بالطبع طيب نفس الكلام الاد هنا هتبقى بيرز هنا انا عامل الدكشنري انت وسترينج لان هو الكي بالنسبة لي والسترينج هو الفاليو ماشي ما ينفعش طبعا الكي يتكرر اللي ينفع يتكرر هو الفاليو عادي مفيش مشكلة عندنا هنا في برضو حاجتين كده كونتينز كي وكونتينز فاليو شوفهم بقى كده في التنفيذ لا مش انتظر القيم اللي احنا اتخلناها صفر واحد واثنين وثلاثة والاسماء الفلانية عندنا في دالتين كونتينز كونتينز دي غالبا بترجع ترو فولس او يعني طبيعي ان انا بسأل كونتينز دي اجابتها او لا يعني انا بقول له كونتينز يعني هل يحتوي على كذا فانت لما تسأل السؤال زي كده فالاجابة او لا فترو وفولس هنا سألته على الكي رقم 3 هل موجود؟ فقال لي اه موجود، سألته على اسم او فاليو وائل فقال لي لا مش موجود، طب ترو وفولس. بعد كده عندنا ريموف ريموف 2، ريموف هنا 2 ده ايه؟ كي. طيب ورجعنا اضفنا تاني نفس الايه؟ نفس الكي مفيش اي مشكله، لكن لو كانت دي من غير الريموف ده كان ايه؟ كان هيبقى فيه ايرور عشان ما ينفعش الكي يتكرر تاني. عملت ريموف الاثنين، اثنين ده كي رقم اثنين شال وبعدين عملت اد اثنين باسم ثاني خالص او بفاليو ثانيه او ايا كان حتى لو نفس الفاليو مش فارقه، المهم ان الكي ما يحصلش فيه تكرار. صوت الدكشنري الشنري كان 3 1 0 2 لما جه عرض لي هنا عرض 0 1 2 3 رتب حسب الكي رتب حسب الكي فكده ده في ريموت هو خلاص ماشي مش محتاج لا الشنري واحد في الحالتين الاثنين ما فيش اندكس لا هنا ولا هنا طب ايه؟ ما انا الفرق اللي بقى تقصد الفرق ما بين صوت الدكشنري وصوت الدفاع. فايدة الترتيب في الدكشنري؟ بس يعني. ايه ترتيب؟ ممكن اعمل كلاس بس ماشي
ما زعلتش من الليسته؟ لا. بيدخلوا على الهاش فانكشن الاول وعلى اساس بيرتب بالترتيب. هو مش بيرتب، هو بيدخلوا على الهاش فانكشن وبالتالي اللي بيظهر تبع ظهوره في البيت. واحنا ما حددناش الهاش فانكشن شغالين، هو اشتغل بالباقي في انترنال، في انترنال فانكشن ماشي، انا اشتغل بالديفولت فانكشن. احنا ما حددناش احنا هاش فانكشن دلوقتي، اصل حضرتك قلت ان هو رتب الاول الانتج وبعدين السترينج، هو رتبهم تبع الناتج الهاش فانكشن. الهاش سيت والسورت سيت احنا اتفقنا ان هما مفيهمش فيه مفيش فيهم تكرار. ماشي بقى، خلينا نروح للابلكيشن عشان الوقت.
اول ميثود عندي هي اسمها اوردر بروتوكول. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ارتب الليست، فترتيب الليست ما فيهوش مشكله. اوردر جروب انا عايز ارتبها في صوره جروبس، يعني الليست احنا عارفين ان انا ممكن اكرر فيها عناصر، فانا عايز ارتب العناصر اللي فيها في صوره جروبس. خلاص سهله، انا لو عملت صوت هو كده كده هيرتبها في صوره ايه؟ في صوره جروبس، لان يعني هيجيب الواحد مع الواحد والاثنين مع الاثنين والثلاثه مع الثلاثه، كلهم هيبقوا جنب بعض حسب الترتيب. طب انا عايز ارتبها جروبس حسب القيمه اللي انا بقابلها الاول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو الليست هنا داخل فيها 10 5 3 2 وبعدين 10 4 1 وهكذا. انا عايزه يرتب حسب الادخال، حسب الادخال يعني ايه؟ يعني كل الرقم 10 يجي جنب بعضه، كل اللي رقم 5 يجي جنب بعضه، والثلاثه وهكذا. تيجي ازاي؟ ان انا همشي عليها عنصر عنصر، واول ما الاقي واحد اثبت مكانه، وبعدين انسرت اللي الاقيه زيه، يعني لما الاقي عنصر بنفس القيمه اعمل له انسيرت فين؟ يعني دي هستخدم فيها ايه؟ ان انا افاين او ادور على الاندكس بتاع القيمه دي واعمل له ايه؟ واعمل اضافه بعد. طبعا ده هيعمل ترتيب مختلف، يعني هيعمل ترتيب عكسي، بمعنى خلي بالك انت لما بتعمل انسيرت بتعمل ايه؟ ازاعه. تاني انا اول ما هلاقي الحاجه اول حاجه هقابلها هنا كام؟ في الليسته اللي موجوده النمبرز اللي موجوده فوق 10. فهتبقى اول عنصر هضيفه 10. بعدين هلاقي خمسه. هل موجود؟ او اضيفه في الاول. يعني اللي انا ما لاقيهوش اعمل ايه؟ اضيفه في الاول. وبعدين لقيت ثلاثه برضه هضيفها في الاول، لقيت اثنين هضيفها في الاول. حتى الان لحد الرقم اربعه انا عملت كام عنصر؟ 10 5 3 2 هيبقوا مضافين في الليسته اللي انا شغال فيها 2 3 5 10. لان انا بعمل ايه؟ انسرت عند اول مكان. طيب هقابل اثنين ثانيه صح؟ اول حاجه قلتها كانت رقم كام؟ اثنين. هعمل ايه؟ هقول له دور في اللي موجود عندك، لو لقيت اثنين انسرت بعدها. فيبقى عندي الترتيب بقى كام؟ 2 2 3 5 10. لا ال 10 اللي بعد كده هيعمل ايه؟ بس ثانية واحدة، هو ماشي، هو في الأول إن 10 5 3 2 دول مترتبين، بس أنت هتقابل كمان شوية 4 و1. ظروفهم إيه دول بقى؟ هيبقى ترتيبها 1 4 2 3 5 10. طب ليه ما تبقاش 10 كل ال 10؟ التاكس اوكي ماشي، هو انا رتبت كده، ولو عملت ريفرس هعملها زي ما انت عايز. كل عنصر برضه بقوم مرتبه وبجيب بعديه وبجيب مرتبين كلهم. زي الفل. شوفوا اللي انا عملتها واعملوا انكودنتايز. خلاص. خليها ايه؟ ليكم. وانا عملت الترتيب وبعدين في الاخر عملت ريفرس. ماشي؟ انا اعتمدت هنا في الترتيب على ايه؟ ان انا عامل لاست اندكس اوف. هتاخد الكود ده ونعمل اللي احنا العكس بقى، يعني نعملها ازاي من غير ريفرس. خليها ليكم. ماشي؟ تاني كده بسرعه انا عملت ايه؟ انا همشي هعمل فور على الاري اللي انا بعتها له انت اري، وعامل هنا ليست بسميها اورد ليست، دي اللي انا هضيف فيها. بدور على في الاورد ليست، بدور بقول له هات لي اللاست اندكس اوف القيمه دي. اذا لقاه يعمل ايه؟ يعمل انسيرت البريفيس كاونت ده بلس 1، يعني نضيفه بعد. يعني انا لقيت اللاست اندكس مثلا بتاع رقم 10 ده وليكن 4، يضيف فين؟ رقم 5، يضيف بعده. ماشي؟ القيمة دي. بعد ما خلصت الفور دي هلاقيها موجودة بس ترتيب عكسي، هعمل لها ريفرس ترجع زي ما أنت عايزها. المشكلة حاجة بتتكرر كذا مرة. هو ده الترتيب اللي احنا اتفقنا عليه. نشوفه بقى كده. انا المفروض هنا لقيت ايه؟
عملت ليست هبدا اعمل ايه؟ اخد عنصر عنصر من الاري دي واحد واحد. اول واحد عندي انا في البدايه الليست عندي فاضيه، بقول له هل القيمه دي موجوده هنا؟ هات لي لاست اندكس بتاع القيمه دي هنا هيرجع بكام؟ لاست اندكس دي لو ما لقيتش الاندكس بيرجع لي برقم كام؟ سالب واحد. فبقول له اعمل اضافه للقيمه دي في الاندكس اللي انت لقيته بلس 1 اللي هو احنا سميناه الريديوس كاونت بلس 1. اول قيمه ال 10 لقاها هنا ما لقاهاش، رجعت بكام؟ بسالب 1 زائد 1 يعني كام؟ صفر، فيضيفها هنا. وبعدين خمسه موجوده عمل ايه؟ طلعت برضه بسالب 1 فضافها عمل لها انسيرت فبقت كده خمسه وبعدين كام؟ 10. ثلاثه موجوده؟ لا. طيب اثنين موجودة؟ أول اثنين يعني، لا يبقى أضاف اثنين، ثلاثة، خمسة، 10. لحد كده مفيش فكرة جديدة، القصة كلها إن أنا بقول له هل هي موجودة هنا؟ لو موجودة هيجيب لي اللاست اندكس بتاعها. مش موجودة هيعمل إيه؟ هيرجع لي سالب واحد فأنا أضافها في البداية فيعمل إيه؟ شفت الكلام اللي موجود. طيب الخطوة اللي بعد كده أو اللي عليه دور مين؟ اثنين. انا بقول له دور على الاثنين هنا فلاقي الاثنين فين في الاندكس رقم كام؟ زيرو. فقلت له زود واحد واعمل انسيرت للكلام ده فضيف الاثنين فين؟ هنا كده صح؟ يقوم يعمل ايه؟ يضيف الاثنين اهي وثلاثه خمسه 10. الخطوه اللي بعد كده كام؟ عشان بس ما نتعبش نفسنا تعمل انسيرت تعمل اد وشوف هتمشي ولا لا.
هي كده. ايوه انا عايز كده. هو انا لو كنت عايز اعملها جروبس بالترتيب اعمل صوت وزي ما انا عايز بقى. لو انا كنت عملت صوت الكلام ناخد بالنا شويه. لا ايه الفرق ما بين اللي انا عملته ده لو انا كنت عملت صوت؟ لو انا كنت عملت صوت بقى صوت او ريفرس مش فارقه كان هيعمل ايه؟ 10 10 10 7 وبعدين 5 5 5 3 3 2 يعني هيرتب بالطين. انا عايز ارتب بالطريقه حسب ما هو. لا معلش يعني عشان اول حاجه قبلها كانت مترتبه فهو ده اللي عمل المشكله. فممكن نخلي دي 3 ودي 5 فكان برضه هيركب 10 وبعدين 30 3 5 3 2 7 فكده مش مترتبه حسب القيمه. هي فعلا هي حاليا مش مترتبه حسب القيمه بدليل ان 7 دي جت من ايه ده اول ايه اول تطبيق. التطبيق الثاني انا هستلم سترينج من النيمز مجموعه اسامي. الاسامي دي ممكن يبقى فيها تكرار خلاص. عايز اعرف الاسماء احول الكلام ده لبير يعني احطها في ديكشنري بس بدون تكرار. بمعنى ان انا اعرض الاسم وعدد مرات تكراره ما فيهاش فكره. بس السؤال الديكشنري ده يبقى شكله ايه؟ يعني لما اجي اعرف الديكشنري مره بقى لان احنا ايه قلم هعمل هنا ايه؟ انا عايز اسماء وارقام. فالسؤال بقى هعمل ديكشنري ان وسترينج المطلوب ان انا معايا مجموعه من النيمز فيها تكرار يعني بعد عندنا علي اتكرر مرتين او ثلاثه وسمير موجود وهاني مرتين وهكذا. عايز اعمل ديكشنري او اعمل ليست الكلام ده. فطبعا الليست ما فيهاش الا دي العناصر بس. انا عايز اجيب بير اعمل حاجه فيها بير من غير ما تكون صوت. عشان كده انا ما اشتغلتش بصوت الليست. هستخدم ديكشنري ماشي او هاشتيم زي ما انت عايز يعني مش عايزين نختلف كتير في الداتا ستراكشرز اللي احنا او الكوليكشنز اللي احنا بنشتغل بيها. بس انا عايز اعملها في ديكشنري ماشي. الديكشنري ده هيبقى فيه بيرز. البير عباره عن عدد الاسماء والاسم يعني ما يبقاش فيه تكرار. يعني مثلا يعرض لي علي ثلاث مرات يعني علي ثلاثه سمير واثنين هاني واحد حسب عدد مرات التكرار. يعني كل رقم او كل اسم وتكرار او كل عنصر والتكرار بتاعه. فهل اعرف الديكشنري بالشكل ده؟ ده سؤال. ليه؟ الاسم حلو قوي. مين اللي هيبقى يونيك بالنسبه لي؟ الاسم. لكن انا لو عملت كده تخيل معايا لو هيبقى في مثلا عنصر زي علي هيبقى ثلاثه وعلي لو في محمد مثلا ثلاثه وبرضه ايوه لو في مثلا يبقى كده ايه؟ ما ينفعش لان الكي ما ينفعش يبقى فيه ايه؟ تكرار. نعمل ايه؟ نخلي السترنج مكان الانت والانت مكان السترنج. ايه؟ مش هعرف ما ده اللي انا عايزه. انا عايز الاسم وعدد مراته. انا مش عايز الاسم يتكرر. ده مش هيسمح اصلا عشان عارف. انا مديله لسته من الاسماء. مين اللي كل ما تضيف هتضيف عادي. هو السؤال بقى كل ما تضيف هيعمل ايه؟ هيدور عليه. هل هو موجود؟ فيزود الكاونتر بتاعه ويزود العدد بتاعه وعادي لما تزود العدد مفيش مشكله. او لو مش موجود يضيفه ويحط واحد يكيب والفاليو بتاعه. على اساس ان الشابتر مش مهم حلتها من طول لور او طول زي ما انا او لو انت عايز تفصل ده عن ده اشتغل من غير الكابتر والوصول وخدهم في اعتبار. انا مثلا بتاع هنا طول لور او طول. ها واضح هنا الفكره ايه يا جماعه؟ انا هنا كل ما اضيف اسم كل ما اضيف اسم لو الاسم ده متكرر يزود بس عدد ايه؟ عدد مرات وجوده بدل يعني مثلا انا عندي ثلاثه وعلي لو انا ضفت علي جديد يخلي الثلاثه دي كام؟ اربعه. طيب ضفت اسم جديد ولكن مثلا احمد يوم خاطب واحد ماشي عشان يبقى زي الوقت. ده تاني تطبيق عندي شوفوا سؤال محمد قاله هنا بيقول انا الاسماء اللي عندي هنا في اسماء سمول يعني سمير ده موجود مره سمول ومره
ثالثا انا حليتها ازاي؟ وحدت ان طريقه الايه؟ طريقه المقارنه. عرفت ديكشنري اوف سترينج وانت، وبعدين لكل عنصر موجود في الاري، وانا بجيب العنصر حولته ايه؟ تو لو، خليته كله ايه؟ سمول لترز، بحيث ان انا اعرف اتعامل معاه. وبقول له هنا ايه؟ لو كان النم ليست ده يحتوي الوورد اعمل ايه؟ زود الايه؟ الكي نم ليست اوف 4 بلس بلس. الحته دي مهمه قوي. انا ما عنديش اندكس ديكشنري، يعني بلس بلس هنا ملهاش علاقه بالايه؟ بالاندكس، يعني ليها علاقه بمين؟ بالكي. خلاص؟ وعشان انا عامل الكي انت، فسهل قوي ان انا ازود على الايه؟ على الكي واحد. طب لو كان الكي سترينج مثلا، يبقى كنت المفروض ان انت تقول له نم اوف ليست اوف 4 بيساوي كذا. يعني بدل بلس بلس، يعني انا كان ممكن اقول له بلس ايكوال 1. صح؟ او اللي هو بيساوي نفس الكلام. زائد واحد. صح كده؟ هو نم ليست اوف 4 ده المفروض يرجع لي ايه؟ خلي بالك هو الكي عندك ايه؟ الاسم ولا لا؟ ولا الرقم؟ الاسم. فانا بقول له النم ليست اوف 4 هو الكي ده يونيك. ماشي؟ القيمه دي بقى الفاليو اللي قصاده زودها واحد. هي الفاليو اللي قصاده اللي هي ايه؟ الرقم. زود الرقم اللي قصاد الفاليو بتاعت الورد دي، زود ايه؟ زود واحد. لو انت كنت عامل كي حاجه ثانيه غير ده وعايز تحط له حاجه او قيمه مختلفه، فبتعمل ايه؟ فتخلي الطرف اليمين بتاع علامه التساوي بقى قيمه مختلفه عن الكام اللي انت شغال عليه. إلس إلس يعني ايه؟ يعني الاسم ده مش موجود. اعمل له اد وكام؟ واحد. ولاحظ بقى ان انا وانا بعمل له اد عملت له تو لور، وهي مش مستاهله، مش فارقه، ما كانتش فارقه، لان هو كده كده في الاول عمل لها تو لور. الطباعه هنا لما عملنا عمليه الطباعه كتبت كل ايه؟ كل كلمه وعدد تكرار بس بشكل اللي هو هيدنز، يعني هو تو لور كذا، هذا كاونت كذا اهو، علي هذا كاونت اوف 3، سمير 3، وائل 3، وهاني 3، وده كله عشان عملت تو اذر وتو لو. لو اسف عملت تو لو، لو ما كنتش عملتها او خد علي مره كابيتال ومره سمول، ونفس الكلام بالنسبه لسمير وائل. حاجه ثالثه، بياخد القيمه دي بيفرق كمان، ما بيعملش ريتيرن، يعني هو بيوري ولا بيجيني؟ انا ما بقتش في الاري، انا عامل عندي ديكشنري بطلع منها. يعني انا بطلع ديكشنري على طول؟ اه بطلع ديكشنري اللي عندي في المتر.